أهلا مشاهدينا في كل مكان، عدنا إلى فقرات حضرة المساء. والفقرة الثانية هي بتتكلم عن واحد من أكبر المميزات في السودان. الناس كلها بتتكلم عن السودان، ربنا ميزه بمجموعة من المميزات الجغرافية والسكانية التراثية، لكن تحديدا التراث واحد من الأشياء اللي بتميز الشعوب بشكل عام، وعنده مجموعة كبيرة جدا بعلاقات داخل المجتمعات من خلال تطوير تنمية سلام مجتمعي، مجموعة من المفاهيم عندها علاقة بالتراث. بس فقط بيتبقى للشعب إنه كيف يتعرف على ثقافته وتراثه غير المادي في لغة قبائل المختلفة، وتعدد السودان من حيث اللغات والثقافة بيجعلنا نتكلم في هذه الجزئية مع الأمين العام لمجلس الميز القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية دكتور أزعت عبد الرحمن. عوض الله، مرحبا بك ومساء سعيد عليك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير، وأرحب بكم بأسرة البرنامج وكل المشاهدين يعني أينما كانوا. مرحبا بك دكتور أزعت، حبابك بيناتنا في البلد، مساء الخير عليك مرة تانية. وزي ما ذكر الحسن تراث، ونحن عندنا تراث عظيم جدا وقيم جدا في السودان، وكلمة التراث الثقافي الغير مادي دي قد تلفت انتباه كل الناس اللي بيتابعونا. ففي البداية كده خلينا نعرف التراث الثقافي الغير مادي. طبعا هو التراث الثقافي غير المادي، يعني كلمة غير مادي يمكن تعمل خلط يعني بالنسبة للناس، وبتخلي الناس يسألوا انه في جانب مادي، يعني وين هذا الجانب، يعني هل هو ما مضمن يعني؟ نعم. لكن طبعا هو المصطلح ده مربوط باتفاقيه عالميه اطلقتها اليونسكو، طبعا منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم، وهي معنيه طبعا بالثقافه. وكان منذ 1972 يعني كان اطلقت اتفاقيه حمايه التراث الثقافي والطبيعي اللي هو المقصود به التراث المادي. لكن بعد ذلك انتبهوا لانه في تراث حي مستمر مربوط بحياه الناس، فاصطلحوا عليه التراث الثقافي غير المادي. وايضا يعني اطلقوا برضه اتفاقيه في 2003 اللي هي اتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي، والهدف منها انه يعني كلمه طبعا نقول صون هي احياء وبقاء هذا التراث، لانه طبعا اصبح مهدد نتيجه لعوامل كثيره جدا مرتبطه بالتنميه اللي هي المدنيه والتحديث وال يعني العولمة يعني بشكل عام. فمن نقول تراث ثقافي هو مقصود طبعا التراث، الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من أدوات وقطع وأماكن ثقافية. يعني هذا التراث أهم حاجة إنه يكون في يعني تعترف به والجماعة ذات التي تبدع هذا التراث وتمارس هذا التراث، وينتقل يعني عبر الأجيال ويكون مستمر وحي، ويعني بيعكس مدى تفاعل الإنسان مع البيئة بيعيش فيها، وبرضه تفاعلاته مع الطبيعة ومع وتراكم التاريخي أيضا يعني. وبرضه لازم كمان يعطي الإنسان الإحساس بالهوية بتاعته وبالاستمرارية، وأيضا يعني يعزز التنوع الثقافي. طبعا احنا عندنا تنوع هائل في السودان، والسودان دائما يوصف بأنه هو إفريقيا مصغرة، ويعني فيه كل البيئات وعشرات القبائل. يعني طبعا البيئة التراث هو وليد للبيئة الطبيعية، صحيح، ده خلي يكون في تنوع. يعني هو طبعا مربوط بحياة الناس بشكل عام، ويعني مرتبط بالعادات والتقاليد والتقاليد، لما نقول تقاليد شفهية بنقصد الفنون القولية، يعني زي الأدب الشعبي، الأمثال والحكم والألغاز، كل ما هو منطوق يعني بما في ذلك اللغة نفسها التي يتحدثها الناس، بجانب الممارسات الاجتماعية والاحتفالات والطقوس الاجتماعية والفنون الأدائية زي الموسيقى الشعبية والرقص الشعبي، بجانب مهارات الفنون الحرفية التقليدية. يعني هذا المقصود يعني من من أقول تراث ثقافي غير مادي، يعني وطبعا مضمن فيه حتى الحرف والصناعات اليدوية كمنتج، لكن طبعا التركيز على المعارف والمهارات التي ترتبط بهذه المنتجات. يعني طيب دكتور أزعد، يعني هو للأسف التراث الثقافي غير المادي إذا كان في جزئية كبيرة الآن ما عرفت أو ما كان بتعرفه هتعرفه من خلال المساحة دي. للأسف بتعرف إنه حتى المجلس العام المجلس العام القومي للتراث الثقافي اللي هو احتضن الحياة دي كلها، هو ذاته ما واصل للناس، يعني الناس ذاته ما عارف المجلس شغال في شنو، كيف بيقدر يدير الموضوع بتاع التراث ده. السودان ده فيه مجموعة من القبائل واللغات والحاجات دي، يعني صحيح. فالمجلس ذاته دواره شنو، وكيف ممكن يتعاون مع الان الوضع الان في السودان من حيث القبائل؟ نعم، طبعا المجلس انشئ حديثا، وزي ما قلت لك انه
يعني فكرة صون التراث الثقافي غير المادي هي طبعا مرتبطة باتفاقية عالمية والسودان وقع عليها يعني في 2008. لكن تم تكوين هذا المجلس يعني يمكن في 2016، وفعليا العمل فيه بدأ في 2017، ويعني يعني قبل وقت ليس بالبعيد يعني. لكن طبعا المجلس هو طبعا عنده مهام جسام يعني، وعنده أهداف كبيرة جدا جدا يعني. في الفترة البسيطة يمكن يعني احنا بدأنا طبعا ركزنا أهم حاجة على إنه احنا نبني قدرات العاملين يعني في مجالات في قطاعات الثقافة في الولايات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث، وحتى الباحثين الأفراد وكل المهتمين يعني في مجال التراث. ونفذنا مشروع بناء القدرات يعني، عرفنا حتى بالاتفاقية ذات نفسها صون التراث وآليات تطبيق هذه الاتفاقية، حتى إنه نحن نربط العاملين في هذا المجال يعني بالتفكير العالمي يعني بشكل عام. وكوننا فرق يعني لجمع التراث في ولايات السودان المختلفة، والآن بصدد إنه ننشئ وحدات تابعة يعني تنسق عمل المجلس في ولايات السودان، باعتبار طبعا إنه الولايات هي يعني مكان إبداع هذا التراث يعني لدى الجماعات والمجموعات المختلفة. ووضعنا سياسات يعني لحصر التراث في السودان، وأيضا قانون لحماية التراث، يعني أشياء هي يعني تدابير إدارية وقانونية يعني. لكن إحنا في المرحلة القادمة يعني عندنا يعني وضعنا استراتيجية لصون وإدارة وتطوير هذا التراث يعني من العام 2020 حتى 2029. وبدينا يعني هي في تتكون من 4 مجالات. المجال المهم فيها انه احنا نضع نظام لاداره هذا التراث على مستوى السودان، وده اللي هو نفذنا فيه انه يعني تكوين فرق وانشاء وحدات تابعه بقطاعات الثقافه بولايات السودان المختلفه. وايضا شغالين في حصر هذا التراث يعني، واحده برضه من المجالات المهمه، لانه احنا لازم نعمل جرد للتراث يعني. وطبعا في مجهودات كثيره جدا يعني بدات منذ العام 1964، لكن طبعا هي يعني تكاد تكون هنا وهناك يعني. بدات بوحده ابحاث السودان في جامعه خرطوم كليه الاداب، واللي هو تطورت لمعهد الدراسات الافريقيه والاسيويه بجامعه خرطوم. والمعهد طبعا فيه 3 اقسام، من ضمن هذه الاقسام قسم الفولكلور، هو بيدرس التراث يعني، وخرج يعني عدد كبير جدا من الباحثين في هذا المجال منذ العام 1972. لكن طبعا احنا يعني بهمنا ان احنا ندير هذا التراث يعني في خلينا نجيب في الاداره. نعم. لانه دائما مشكلتنا في البلد دي الاداره. نعم. مش كده؟ نعم. هنجي نسالك عن الاداره نفسها، كيف ندير التراث بتاعنا في السودان؟ نعم. بعد ما نمشي للفاصل. هو مش فاصل يا الحسن، هي فقره صح؟ فقره. اي خلينا نتابع الفقره ونرجع نتواصل معكم. نحن بنسمع في الموسيقى دي، ما في شك انه ما اختلفنا في انه دي تابعه لمنطقه، يعني في واحد تابع لجبال النوبه، في واحد لشرق السودان مثلا في كده. لكن مشكلتي دائما في الادوات المستخدمه او الالات الموسيقيه التراثيه المستخدمه. فالسؤال، انتوا في المجلس القومي طبعا مسؤولين من الحاجه دي، ليه ما تسوقت الادوات دي بشكل برضو زي ما تسوقت المزيكا بتاعت المناطق المختلفه؟ يعني الان الناس بيقول لك دي مثلا موسيقى الانجسنه كده كده، لكن الادوات المستخدمه دي فيها دائما يعني عدم تعرفه وعدم معرفه. نعم، هو طبعا مزاله التسويق ده اللي هو جزء من الاستراتيجيه اللي احنا وضعناها، مجال زي ما قلت لك الاستراتيجيه الصون واداره وتطوير هذا التراث، طبعا تدخل في اطار التطوير. وعشان تكون معروفه احنا بنحتاج انه اول حاجه نوثق هذه الفنون يعني، ونجري حولها دراسات وبحوث، وبعدك يعني نقدمها يعني في شكل افلام وثائقيه، في يعني اللي هي دي اللي الان الناس بيسموها الصناعات الثقافيه يعني. يعني يكون فيها تدخل انه احنا كيف نبرز هذا التراث، ممكن نبرزه من خلال السينما، من خلال النشر، من خلال المتاحف يعني نجمعه ونعرضه للناس للجمهور. وايضا في السياحه طبعا برضو عندها دور كبير جدا، لان اصبحت هي الصناعه ويعني بتركز على التراث بشكل عام كعنصر جذب سياحي. لكن طبعا هي المزرعه دي هي دائره يعني، هي دائره وضع استراتيجيات يعني، ودائره تضافر جهود يعني، وبين جهات اذا كان حكوميه او منظمات مجتمع مدني او حتى المجتمعات المحليه نفسها اللي بتبدع هذا التراث وبتمارس هذا التراث يعني. دي واحده من احنا في خططنا يعني في المجلس،
احنا الان بنعمل في حصر زي ما قلت لك لهذا التراث، يعني دي اهم خطوه، ثم بعد ذلك نجري دراسات وبحوث حول هذا التراث، وبعد ذلك نضع الخطط والبرامج للكيفيه توظيف هذا التراث حتى انه يعني يصل حتى يكون معروف على مستوى السودان يعني في الداخل وفي الخارج. يعني طبعا ده بيحتاج لاعاده انتاج، يعني في شكل زي ما قلت لك افلام، في شكل اسطوانات سي ديز مثلا يعني اغاني تسجل ويعني كده، ويعني يتم تداولها يعني عبر وسائل الاعلام، طبعا عندها دور كبير جدا في الترويج للتراث يعني. ويعني هذه كلها مستويات مختلفة، لكن طبعا يعني السياحة عندها دور، الإعلام عنده دور، المتاحف عندها دور، بجانب دور المجلس. طبعا المجلس هو الهدف الرئيسي إنه بيحصر هذا التراث، بيجمع هذا التراث في المرحلة الراهنة، وبعد ذلك احنا بنقدمه للجهات اللي هي ممكن تساعد في إنها ترويج لهذا التراث وتعرف بهذا التراث، فاللي هي طبعا في الاستراتيجية هي مضمنة يعني. يعني احنا بعد ما نحصر برضه لازم نوظف هذا التراث في التنميه، والتنميه ذاتها طبعا يعني باشكال مختلفه حتى يعود بالنفع للناس اللي بيبدعوا هذا التراث ومارسوا هذا التراث يعني. نعم هو ممكن برضه يعني يساعد يعني انه الدوله يكون يعني الاقتصاد فيها مرتفع بشكل كبير وبشكل واضح جدا تحديدا في السياحه يعني. طيب طالما انه نحن تكلمنا عن التراث والايقاعات والالات، حتى في العرض اللي قبل شويه كثير من الناس ذاته للاسف في بعض الالات هم بيكونوا ما عارفينها، فنحن فعلا محتاجين انه احنا نطور في الحاجه دي. كمان ما ننسى يا دكتور اسعد يعني انه في دور كبير جدا في التراث في تحقيق الامن وتحقيق السلام يعني، فحاليا احنا ذاتنا دارين نعرف دور التراث شنو في تحقيق الوحده الوطنيه. وطبعا احنا يعني السودان الان يمكن في ظروف سياسيه كثيره جدا ونزاعات بين المجموعات المختلفه في النيل الازرق، في دارفور، في مناطق متفرقه يعني في السودان. فانا في تقديري انه التراث ممكن يكون عنده دور في درء هذه النزاعات، في تحقيق السلام، وفي خلق وحده وطنيه. طبعا احنا عندنا تنوع كبير جدا جدا، عشرات القبائل وكل مجموعه عندها تراثها بيميزها عن الجماعات الاخرى. فما في شك يعني التراث عنده دور كبير جدا. يعني لو اخذنا مجالات التراث المختلفه، يعني مثلا فنون الاداء، يعني فنون الاداء طبعا الرقص والموسيقى وبعدين ممكن يكون مربوط بمناسبات اجتماعيه. يعني مثلا لو اخذنا مثلا احنا كان في شهر نوفمبر او نهايه شهر نوفمبر اللي هنالك احتفالات الحصاد في جنوب كردفان في مناطق جبال النوبه، وكل المجموعات بتحتفل يعني بالحصاد بايقاعات مختلفه، ويعني برضه بيكون مربوط بكل مجالات التراث. ودي واحده من الفنون الادائيه انا في تقديري انها هي اول حاجه بتساعد في التلاحم الاجتماعي، لانه كل فئات المجتمع هي بتشارك في اداء هذه في ممارسه هذه الفنون وارتباطها بال يعني بنلقى الاطفال مع الشباب مع الكبار السن مع حتى يعني ايوه صحيح. دي جوانب وصلنا معاك للختام، لكن هو سؤال اخير. نعم معلش المقاطعه، لكن سؤال مهم جدا باعتبار انه الحاجات اللي انت قلتها الان دي حاجات مهمه وهي بتوصي الناس لجسور بتاع السلام والاقتصاد وكده، لكن لو ما كان المجلس حتى هو نفسه مضمن في سياسات الدوله المجلس ما حيقدر يقوم بادواره دي يعني. ففي الختام كده اهميه وجود المجلس كسياسه من سياسات الدوله عشان حتى ينقذ البلاد من الحرب القبليه قاعده تحصل، هي بتوديك لموضوع السلام، النزعه الاقتصاديه قاعده تحصل برضو عندكم فيها دور، فاهميه وجودكم داخل سياسات الدوله في السودان يعني. وطبعا ما قلت لك احنا اهم حاجه انه نصون هذا التراث، والتراث طبعا واللغات يعني طبعا اللغات يعني والتراث يمكن نقول وجهه لعمله واحده. نعم انه التراث بيتم التعبير عنه باللغه، واللغه هي وعاء للتراث ولنقل هذا التراث. فواحده من السياسات سياسات الدوله المهمه جدا هو انشاء وتكوين هذا المجلس يعني في هذا الظرف، يمكن يعني ممكن نقول عليه يعني البلد بتمر بظرف يعني مفصل يعني صحيح تاريخي يعني. يا فافتكر كونه انه يكون في مجلس معني بهذا التراث دي خطوه ايجابيه، واحنا في اتجاه انه
نصون هذا التراث بالتأكيد. ونوظف هذا التراث في تحقيق الوحدة الوطنية وفي نعم. تحقيق السلام بالتأكيد. نحن شاكرين لك يعني يعني نقدر يعني يعني دكتور أسعد بس بضيق المساحة وضيق الزمن، فنحن سعيدنا بك جدا وشاكرين لك جدا على المعلومات المفيدة. لن نلتقي في مساحة أوسع يعني بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أنا سعيد جدا يعني باللقاء. متواصلين معكم متابعين ولكن بعد الفاصل.